السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر رافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: محاولات إيرانية ميليشياوية للقضاء على ثورة العراقيين. مر عام 2019 دون جديد تقدمه الحكومات التي نصبتها الولايات المتحدة الأمريكية والتي رعتها ودعمتها إيران لتدمير العراق ونهب ثرواته. هذا هو لسان حال العراقيين، لكن ما تحقق في العام المنصرم يمكن أن يعتبر أهم ما تحقق في العراق بشكل عام منذ الاحتلال، ألا وهي ثورة تشرين. هذه الثورة التي تحاول إيران مستخدمة سياسيي سلطة المنطقة الخضراء والميليشيات كأدوات لقمع ووأد الثورة، آخر هذه المحاولات هي اقتحام ميليشيات الحشد السفارة الأمريكية في بغداد وحرق أجزاء منها بتواطؤ ومشاركة من القوات الحكومية. الهدف هو حجب الأضواء عن ثورة تشرين ومحاولة تشويه صورتها بكل الوسائل المتاحة. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في حلقتنا لهذا الأسبوع. بإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا عن طريق خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا في هذه الحلقة إن شاء الله. نبدأ مع حضراتكم من آخر التطورات في نهاية العام المنصرم، ألا وهي ما هو موضوع الاقتحام للسفارة الأمريكية من قبل ميليشيات الحشد بقياداتها طبعا، وحرق أجزاء منها، برج للحماية وبعض البوابة وغيرها. طيب، نبدأ من بعض الهتافات التي تؤكد أن هذه الميليشيات التي تصول وتجول في العراق ما هي إلا أداة من أدوات إيران لتدمير المنطقة والعراق بشكل أخص. دعونا نشاهد هذا المقطع من السفارة الأمريكية في بغداد ومجموعة ترتدي زيا حكوميا زيا عسكريا، طبعا هي منضوية لهذه الميليشيات، تقول أمريكا برا برا وإيران تبقى حرة. دعونا نشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم، من أمام السفارة الأمريكية نقول أمريكا برا برا، إيران تبقى حرة. يلا صيحوا برا برا، إيران تبقى حرة. أمريكا برا برا، إيران تبقى حرة. الموت لأمريكا. عاشت الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هنا نطرح السؤال: ما الذي يفعله عالم العراق فوق هؤلاء عندما يرفع بهذه الطريقة ولم يذكر اسم العراقي في أي جزء من هذه الهتافات؟ على أرض العراق نعم تتم هذه الهتافات، لكن لم يذكر اسم العراقي في أي منها. إيران هي راعية لهذه الميليشيات، وهي التي
يتغنون بها ويهتفون لها ضد الولايات المتحدة التي هي حمتهم بطائراتها وبمقاتليها، والسفارة موجودة منذ الاحتلال ولغاية اليوم. هذه الهتافات وهذه الصراعات بالتصريحات وغيرها، طبعا المتضرر الوحيد هو المواطن العراقي، محاولات لتشويه صورة ثورة تشرين، محاولات لإبعاد الأضواء عنها عن طريق افتعال هذه المشاكل وهذه الخلافات. عموما عندما قلنا سابقا وليست أول مرة طبعا ولا آخر مرة، قلنا إن البلد هو بلد ميليشيات وبلد عصابات، وهذا هو لسان حال المواطن العراقي. نؤكد لحضراتكم من خلال المقطع الذي ستشاهدونه الآن كيف لنائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير يار الله وهو يفاوض، وبطريقة توسل يمكن أن تشاهدونها، يطالب أن تخرج الميليشيات من السفارة الأمريكية، وكيف أنهم يتحدثون أمام قيادات عسكرية بأن لديهم أسلحة ثقيلة تقف منتظرة خارج حدود السفارة، إذا حدث أي إطلاق نار من قبل العناصر الأمريكية فسيقومون بالضرب بهذه الطريقة وبلغة تهديد وعمليات حرق أمام أنظار القوات الحكومية. فلنشاهد. واحد إذا نزف دم من عندكم تشفى الدنيا. شو هناك واحنا هنا نوقف هنا وانتهى الموضوع. والله العظيم احنا خايفين عليكم. الله يستر عليكم. طبعا ما شاهدتموهم هي شخصيات وقيادات عسكرية تخاطب أفراد ميليشيات في العراق. هكذا تدار الأمور، يقول لهم واحد إذا نزف تسوى الدنيا، واحد إذا نزف منكم تسوى الدنيا. طيب ماذا عن شباب العراق الذين قتلوا على يد هذه الميليشيات وعلى يد القوات الحكومية التي يقودها يار الله وغيره؟ ألم تسوى دماؤهم أو ما تسوى دماؤهم الدنيا بالنسبة لك مثل ما تسوى دماء الميليشيات بالنسبة لك الدنيا؟ طيب دعونا نشاهد ونؤكد لحضراتكم، عندما نقول بأنه القوات الحكومية في العراق بمختلف تشكيلاتها مع الميليشيات هي يد واحدة تعمل لضرب وتدمير البلد واستهداف المواطن، دعونا نشاهد كيف أن القوات الحكومية هي التي فتحت الباب، باب السفارة، إلى الميليشيات لكي يدخلون. دعونا نشاهد. طبعا بوابة المنطقة الخضراء كانت تحديدا. معنا السيد أبو أرواء من أربيل، تفضل يا أبو أرواء. مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا. قناة الرافدين الأصيلة العراقية. حياك الله. الله يوفقكم وينصركم. شكرا جزيلا. أخي الشاعر العراقي الكبير معروف الرصافي. نعم. بوقتها ألقى قصيدة على مجلس النواب والبرلمان العراقي. قال علم على مجلس النواب. نعم. علم ودستور ومجلس أمة كل عن المعنى الصحيح محرف، أسماء ليست لنا سوى ألفاظها
هذولا من هم اللي يجون بالبرلمان العراقي؟ أما معانيها فليست تعرف. فالعراقيين الأصلاء اليوم اللي موجودين بالساحات مو هؤلاء الذين يدعون بالعراقية وهم يخونون العراق بوضوح وأمام كل أنظار العالم. فألف رحمة لشهداء الثورة العراقية في كل ساحات الانتفاضات. والموت للخائنين للعراق. وشكرا. شكرا لك يا أبو أرواء، كنت معنا من أربيل. إذن مشاهدينا الكرام، نكرر، في الوقت الذي يهتف العراقيون في الشوارع إيران برا برا بغداد تبقى حرة، تهتف الميليشيات أمريكا برا برا إيران تبقى حرة. رسالة هي، طبعا هذه الميليشيات هي ميليشيات الحشد، لنؤكد هذا الكلام لمن يحاول أن يصور للجميع أن هذه المؤسسة الميليشياوية هي مؤسسة مقدسة وتمثل العراقيين. طالما قال العراقيون إيران برا برا، إذن إيران ومن يهتف باسمها هو مرفوض باسم الشعب، وهذا هو لسان حال المواطن العراقي، لأن هذه الميليشيات لم تقدم سوى سفك الدماء. سنأتي بعد قليل إلى مزيد من المقاطع التي نؤكد فيها ما ذكرنا قبل قليل، لكن نأخذ السيد علي أبو علي من كربلاء. تفضل يا أبو علي. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك أبو. حياك الله أبو علي. أستاذ محمد أبو جاسر، الله يسلمك يا حبيبي. الله يسلمك، تفضل. يعني بخصوص المتظاهرين. نعم. ذول اللي راحوا على القنصلية الأمريكية. هم ذول أصلاً لا. متظاهرين؟ لا يعني هي هم إحنا على الصيغة العامة طبعاً. طيب. هم ذول كلهم هم ذول الطرف الثالث. طيب. معروفين. طيب. بس ما حيقدر يحكي. ليش؟ قل لي ليش ما حيقدر يحكي؟ ليش؟ لأن اللي يحكي ينقتل. ذولا صارعتهم نفوذ. هو بقى خوف اصلا يا ابو علي؟ احنا نسال هذا السؤال لانه يعني الناس اللي انقتلت ما انقتلت من فراغ، انقتلت لين حكت. الشباب اللي استشهدت لين حكت. اي فما نريد نظل نقول انه ما حد يقدر يحكي لانه ينقتل، هو كل هذا تحكي الان بالشوارع ودين ينقتلون. والله لا هي سياستك منطقيه، احكي لك عن اكو مو كل الحكي ينقال هسه، اغلب طيب. طيب. المتظاهرين يحكون. نعم. يعرفون الميليشيات المنتاب علي ران طبعا، وبالأخص القيس الغزالي. القيس الغزالي إنسان يعني تافه حشاك، كان ويا التيار الصدري انسجن، جاء المالكي قال له راح أطلعك وصير وياي. نعم. وصار وياه وقام يقتل. وهذول اللي جاي يظهرون يم السفارة الأمريكية هذول من جماعة قيس الغزالي. ليس قيس الغزالي فقط. نعم نعم. اي نعم. لا هم شوف قيس غزالي والعامري وفالع الفياض، هذول كلهم مشتركين بنفس الهدف، هدفهم خدمه ايران، يفلشون هسه العراق، عندهم استطاعه ويقتلون الشعب في سبيل ايران. مو ذولا هم الاعمده الاساسيه للحشد الشعبي يا ابو علي؟ لا هذول استغلوا الحشد. السيستاني الله يحفظه قال يابا انتم قوات رديفه للجيش، هم استغلوا هذا القول. طيب. السستاني مال السستاني صاروا قوات، قاموا خذوا مناطق وخذوا. احنا من نقول احنا من نقول هم ذولا اللي يمثلون الحشد، لان هم ذولا فعليا على الارض الان هم اللي يمثلون الحشد، لانه الحشد قياداته هي هادي العامري وفالح الفياض وابو مهدي المهندس وقيس الخزعلي، هم ذولا هي قيادات الحشد. احد ينكر هذا الكلام؟ ايه هسه الشيعة كلها تنكر هذا الكلام. طيب اذا الان من يمثل مؤسسه تسمى الحشد الشعبي هم هؤلاء، فالحال انه تنتهي هاي المؤسسه. الحال تنتهي طبعا تنتهي، لان هذول شويه شويه قاعد يتفرعنون، وهسه تفرعنوا هذا القتل بالسكاكين، الخطف، القتل، السفاره الايرانيه من حرقوها يعني كم واحد من المظاهرين راسا قتلوهم ولحقوهم. وشوف السفارة الأمريكية من احترقت ما حد جاء طاريهم ولا حد، والنوب حموهم، النوب الكتلة حموهم وهذا والنوب شو سيحون؟ أمريكا برا إيران تبقى حرة. على أول إيران جاب إيران علينا، خاف قول العراق. مو احنا هذا اللي بدنا نتكلم به يا أبو علي يا عيني، لما يقولون الله يحفظ، لما يقولون الله يحفظ الإمام خامنئي والله يحفظ السيد السيستاني، من دي يقولون هذا الكلام دي يحطون جميع الأشخاص في خانة واحدة،
يعني السيستاني وخامنئي وإيران دا تنحط كلها بكفة واحدة بالنسبة لهاي الميليشيات. لا لا لا. يعني شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه قياداتهم هؤلاء؟ لا هم شوف هم جاي يريدون يوصلوا هالشيء بس احنا هسه نعرف نفرزن السيستاني ما له علاقه بهم. طيب. هذول ايران وحدهم والدليل على ذلك الدليل ما هم حتى كلام السيستاني ما جاي يسمعونه ولا يطبقون كلام السيستاني الا 1%. يعني المرجع السيستاني يا ابو علي، سؤال اخير لحضرتك، المرجع السيستاني الذي افتى بتشكيل الحشد الشعبي بالفتوى الجهاد الكفائي، المرجع السيستاني بفتوى واحده جيش الملايين، صح لو غلط؟ صحيح. يعني يستطيع بفتوى أخرى أن يزيل هذه الميليشيات التي تتشدق باسمه والتي ترتكب الجرائم والمجازر باسم السيستاني، وهو تقول حضرتك أنه هو رافض، يستطيع بفتوى واحدة أن يزيح هذه الميليشيات ويخلص العراقيين من طبقة سياسية فاسدة، لماذا لا يفعل حتى هذه اللحظة والدماء تسفك في الشوارع؟ جوابك ابو جاسم تفضل. الجواب ان السيستاني ما يقدر يحكي اللي عنده. ليش؟ مقيد اعلاميا، لا يخلون قدامه كاميرا ولا يخلون قدامه تسجيل ولا يعطونه مجال يحكي. السيستاني عباره عن شلون خلينا نقول سجين عند ولده محمد رضا وذاك الثاني. بارك الله بك على التوضيح، شكرا لك. خلاص حضرتك وضحت لنا الان، انا اشكرك ابو علي من كربلاء. هذا الكلام مهم حتى الناس تفهم أنه هو مجرد واجهة صورة لشخصيات تدير ما يسمى بمرجعية النجف، تدير الأمور وتقرر وتخرج بالقرارات. وهذا أكبر دليل آخر على أنه طالما هو ليس دخلا، مثل ما يقول أبو علي، هو ليس دخلا في الموضوع، وهناك ابناء أو أبناء هم اللي يديرون الموضوع تحت اسم المرجعية، حتى توضح الصورة للعراقيين لا يظلون وراء سراب وهؤلاء متعاونين مع ميليشيات، والدليل ان هم الميليشيات دا تذبح بالشارع وتهتف باسمهم وهم مطلعون يردون هذا الكلام. عثمان من امريكا، تفضل يا عثمان. وعليكم اخي استاذ محمد الغالي، اهلا وسهلا، حياك الله. وقناه الرابطين المحترمه. نعم. وقبل ما ابدا بس احب يعني اعقب على اللي فضلت به قبل شوي في سؤالك للاخ. تفضل. طبعا حقيقه موضوع السيد الثاني المفروض الإنسان، يعني أنا حقيقة ما أحب لا أتجاوز ولا أحب أكون طبعًا يعني طبعًا، لكن يعني مجرد يعني شلون يعني إذا أتكلم مع أخي العراقي مهما كان أصله مهما كان طائفته، بس وأنا أقول له يعني أخي ارجع للأحداث وشوف، يعني شوف بمنظور آخر. أوكي. انسى نفسك أنت سني أنت شيعي، لا يعني تخيل نفسك أنت يعني قاعد على فد مصطبة وفد يعني طيب. منبر قاعد أشوف الوضع. عفوا. دائما من إجت هاي الطبقة السياسية إلى الآن ما طلع شيء من الثاني بعد ما هو يعني بعد 2006 و2007 تقريبا هيك نقول، لأن هو 2004 وين راح لندن، ما طلع من عنده قرار أو بيان إلا وكان لصالح الأحزاب. يعني هو بصراحة سيد عثمان، أبو علي يعني جاوب بطريقة غير مباشرة أو بشكل مباشر على هذا السؤال. يقول لك أنه السيستاني مقيد إذا هو عايش، طبعا هذا الكلام هو رغم أنه داخل في دائرة الشك عموما. يقول هو خيال أو صورة شفافة للمرجعية، والحقيقة هي وراء بأبنائه وبعض الأفراد اللي يديرون هاي المؤسسة تحت اسم المرجع السيستاني، ويشوهون الصور ويدعمون الميليشيات وغيرها. هذا جواب يعني كافي يؤكد مثلا، إذا من السيد أبو علي طبعا إذا هو كلام أكيد، يؤكد أنه اللي دي يصير بالعراق هي، مع احترامنا للأشخاص وللمكانات، لكن الوصف كالآتي: دمية وتحرك من بعض الجهات. نعم هذا حقيقة، غير ما هذا مو منطق. احنا بلد حضارات، بلد بمثقفين، بلد بدكاترة وناس اساتذة يستحقون ان يقودوا العراق الى بر الامان بمعنى الكلمة، مو يطلع لي اسم المالكي اقود مستعد ان اقود العراق الى بر الامان. لا اخي الان كل القرارات اللي تطلع حتى اثناء يعني اخي المظاهرات اللي صارت، هل يعقل 112 شخص بالناصرية يقتلون ليلة الخميس؟ الله يرحمهم استشهدوا من اجل شنو؟
من اجل لقمه عيش، من اجل عوائلهم، اولادهم او مستقبلهم، او اذا كان عمر طعم بسيطه يطلع ثاني يوم يقول لا تحرقوا لا تحرقوا الاطاره. بالله عليك، هل هذا منطق مال رجل يحكم فئه كبيره من الناس؟ يعني هذا صراحه يعني عفوا مو استهانه به، لا احنا قلنا ما نتجاوز، لكن اقول لك خلينا نتكلم، خلينا ننظر من غير منظار. هذا اللي اقوله، بس خلي شويه نراجع نفسنا. قضيه السيد الثاني اوكي، خلينا ننظر للوضع بغير نظره، راح نشوف. طيب. هوايه يعني كثير من يعني فراغات الصراحه. ومثلبة. شكرا يا عثمان من امريكا. معنا السيده ام محمد من فنلندا، تفضلي. السلام عليكم اخي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام محمد وياك من فنلندا. اهلا وسهلا. طبعا انا اعتب على الحكومه العراقيه طبعا. بالنسبه لهذول الحشد اللي يقولون عليهم الحشد ولازمين البلد ولازمين، وهاي هم يدعون ايران وايران وايران. ما طلعوا صوتهم، لان هم نفسهم ونفس البيكمات طلعوها اللي قتلوا الشباب. هي نفس البيكمات اللي قتلوا بيها الشباب، نفسها هي اللي دخلت للخضراء على السفارة. وقتلوا شبابنا. يعني هم دول ما ينحسبون يعني على العراق، هذول إيرانيين. يعني شنو عتبك على الحكومة سيدة أم محمد؟ أنا أتبع الحكومة يعني قدام عينها يقتلون شبابهم ويقتلون أولادهم وهذا. وهم يعني ببلدهم داخلين وما يقدرون كل شيء. ليش يسووهم حكومة؟ ليش نسميهم حكومة؟ ليش حكومة وقاعدين على كراسي؟ وشنو يعني ما لهم أي قيمة، ما لهم أي شيء. يعني سيدة محمد، عندما نرى بأنه قائد عسكري برتبة عالية يخاطب يتكلم مع أفراد ميليشيات بشكل مثل التوسل، اطلعوا دمكم غالي علينا، نقطة دم من عندكم تسوى الدنيا، شنو أي بلد إحنا عايشين به عندما يتكلم قيادة عسكرية مع ميليشيا خارج عن إطار الدولة؟ ما إلى أي قيمة. أي عسكري هذا اللي خاطب يتوسل بيهم، يتوسل توسل بيهم، يقول لهم إحنا دم واحد من عندكم لهذول الشباب الراحة وشنو؟ يسووكم ويسوون كل هاي الحكومة. شباب مثل الواحد مدخلين إيران ودتحامون على إيران ودتحامون، والله الحشد كله على إيران. أصلاً الحشد ما إلى دخل بالعراق نهائياً، وإحنا حتى هم الحشد خلي ياخذوه ويطلعون، خلوا شبابنا يعيشون، خلوا شبابنا يشون حياتهم. تدمروا. شنو شفنا؟ أروح للعراق أشوف الأطفال بالشوارع يقدون، أطفال من الصباحيات من البرد بالحر واقفين يقدون. محمد أنا أشكرك وأعتذر منك، لدينا متصلين ينتظرون. معنا السيد أبو شمس من النرويج، تفضل يا أبو شمس. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، طبعا احنا نريد نتكلم بموضوع يعني مثل ما يقول عام للعراقيين بالشكل الخاص. فاحنا بالنسبة لنا سماحة السيد الثاني مثل فد صفة شعب، يعني 70% من الشعب العراقي. طيب. فحضرتك انت كمقدم برنامج وإنسان محترم واكيد اخونا وعراقي، على الأقل احترام المشاعر البقية نتفضل، يعني نترجاك انهم من تتلفظ كلمة السيستاني تتلفظ كلمة السيد قبلها. طيب. هاي وحدة طبعا، هذا رجاء اخوي، وطبعا هذا فشي. لا كلامك سليم، حضرتك يعني على العين، بس أنا على العين والراس، يعني ورايك يحترم، تفضل. لا انا بالنسبة لي اخوك عراقي، يعني انا جاي لو قلت انه هذا يشير يعني يثير يعني مثل ما يقول النزاع الطائفي البيانات. طيب. فما حلوة هاي. طيب. تمام. بعد. بالنسبة لاخواننا المتظاهرين. طبعا شعارهم وهدفهم حقيقي وطني شريف، كل عراقي بالعراق داخل العراق يعد نفس المتطلبات بالعراق والخارج العراق. طيب. هنا عندنا فد نقطة مداخلة، دخولهم على بعض السفارات المتظاهرين، شنو كان رد فعلكم انتم كقنوات اعلامية؟ يا سفارات
ودعوا بعض السفارات هم دخلوا في كل اللي كربلاء. صار لا 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 اسمح لي سفارات ايران ما دخلوا لها كل السفارة ابو شمس كل السفارات اللي دخلوا لها هي سفارة ايران فقط قنصليات ايران وسفارات القنصليات نعم. الايرانية فقط ايران مو دولة اي طيب لما يقول الشعب لما يقول الشعب لا لا اسمح لي لا لا اسمح لي سيد ابو شمس حضرتك حتى يكون الكلام اخذ وعطى وبشكل منطقي لا لا على راحتك على راحتك لما يكون الشعب لما يكون الشعب بالغالبيه اللي طالع بالمظاهرات واللي كل اللي ما طلعوا مؤيدين لهذه المظاهرات بشكل كبير الا بعض القله اللي هي واقفه بصف الميليشيات والحكومه لما هذا الشعب يقول ايران برا برا يعني هذه الدوله مرفوض وجودها في العراق جمله وتفصيلا في السفارة الإيرانية أو القنصليات الإيرانية اللي صار بها حرق هي هاي سياسة يعني غضب أنت لما هسه تجي حضرتك لازم سلاح رشاش وتضرب إنسان أعزل مرة على مرة يزيد الضغط والآن في مرحلة فوران دم وغيرها تصير هاي الشغلات السؤال هاي الناس اللي دخلت على القنصليات الإيرانية قمعت وأبيدت وكربلاء صارت بها مجزرة والناصرية صارت بها مجزرة والبصرة مجزرة ليش ما أحد كلم مع الميليشيات اللي اقتحمت السفارة الأمريكية؟ شفنا القيادات العسكرية تخاطبهم وهم يعني شلون أذلاء مثل ما نقدر نشوفهم بالفيديو وعلى المواطن العراقي الأعزل يقمعوه ويبيدوه ويسيحون دمه بالشوارع ليش؟ لما يباوع يشوف الميليشيات اللي تهتف إيران واقفة بالسفارة تحميها قوات حكومية ويشوف نفسه يهتف ضد إيران اللي دمرت البلد يقمع ابن بلده المفروض ابن بلده يقمعه ويقتله تحت اسم القيادة العامة للقوات المسلحة وكل الأجهزة المنضوية ضمنها تفضل أول شيء بالنسبة هي دولة حاملة علم أي ودخل المتظاهرين احنا مع مطالب المتظاهرين لكن ليس مو مطالب المتظاهرين مع جميع الأمور مثل شنو مطالب يعني المتظاهرين اللي حضرتك يعني اياها؟ يعني هذا اللي يقول احنا مع التغيير مع الخامات مع تغيير المفوضيه الانتخابات مع قيم انه مشروع حكومي جديد شعار المتظاهرين اذا حضرتك ما سمعت لا 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 اسمح لي حضرتك خليني اكمل انا اعطيتك جواب لا بس اقول لك الشعار اعطيك الوقت الشعار اللي حضرتك ما ذكرت الحدث الشعب يريد اسقاط النظام ورحيل الاحزاب الفاسده وايران وادواتها اسقاط النظام شنو يعني شنو اسقاط النظام الموجود حاليا واللي زرعته ايران وامريكا اقول لك يا حبيبي ايه؟ الله يخليك يا اسقاط نظام يا امريكا يا شتمين. طيب قطام انت عندك اقليم كردستان يمثل فئه من الشعب هذول ناس انتخبت طيب. واختارت قياداته عندنا ناس من اهاليتنا من اهل الموصل والرومان وتكريت وديالة وبعقوبة وكل المناطق هذه وتامر اختاروا ممثليها تقصد الانتخابات اللي فاتت حضرتك تقصد الانتخابات اللي فاتت كل تقصد الانتخابات اللي فاتت الانتخابات اللي فاتت باعتراف من شارك بها هي مزورة بس اسمح لي الانتخابات اللي فاتت نسبة المقاطعة أقول لي 80% أنا أشكرك حتى ليس لا أنت تسمعني اتفضل أنت تسمعني اسمعني مو أنت تريد تسقط نظام يا أخي أنت مجهز لنا فت خطة سياسية ما بعدها خلاص الآن حضرتك تفاهم ويا الشعب أنا أشكرك شكرا جزيلا أبو شمس من النرويج روح تفاهم ويا الملايين اللي طالعة بالشوارع اللي تقول الشعب يريد إسقاط النظام أني ناقل لتساؤلات ناقل لحقائق موجودة على الأرض ناقل لأخبار وأعرضها للمشاهد وهو يحكم جاي تناقشني وتريد تغير وجهة نظر المشاهد بأفكار حضرتك تحملها بأسلوب مهذب طبعا ما قلنا غير كلام لكن ما تحمله يخالف ما موجود في الشارع تعترض على حرق القنصلية الإيرانية إيران دمرت بلدك باعتراف ناسك العراقيين وحضرتك طبيت لي وتقول لي أنت عراقي وأخويا إن شاء الله وأنت أيضا أخويا إن شاء الله شوف العراقي الملايين متأذية من إيران ومن وجودها ومن قنصليتها اللي هي أغلب الأحيان مراكز مخابرات وتجسس وتعذيب ربما وغيرها روح حضرتك اسمع الشارع اللي يقول الشعب يريد إسقاط النظام لا تجي تقول لي حكومة ومطالب ونعدل قانون الانتخابات ما الذي قدمه القانون الذي أصدرته أو أصدره البرلمان قانون الانتخابات الجديد مليء بالمطبات والعثرات والألغام
لمن يريد أن يوافق عليه ويخدم بالنهاية أبو المال وأبو السلطة. هذا قانون أخرجته الأحزاب. رحيل هذه الأحزاب بمن فيها بميليشياتها بإيران التي تدعمها هو مطلب الشارع العراقي الآن. حضرتك ما سمعت ما سامع، هاي مشكلتك. موضوع السيد السيستاني، أنا حر أقول السيستاني أو السيد لأنه هو بالنهاية كلمة السيد لا لن تميز شخص عن شخص، في النهاية هو بشر، وبشر هذا إلى مكانة دينية ربما لدى شريحة من الناس، نعم وله الاحترام مثله مثل أي إنسان آخر، لكن نتكلم عن السياسات، نحن نتحدث عن سياسات، نتحدث عن أخطاء، لا نتكلم عن أشخاص. نذهب إلى فاصل قصير الآن مشاهدينا الكرام، ومن بعده نعود، ابقوا معنا. هذول الطلاب شو قاعد يعبرون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. أهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام. ربما يتساءل البعض لماذا قطع الاتصال مع السيد أبو شمس وأعطيه طبعا مساحة كبيرة. السيد أبو شمس باختصار شديد لو دخلنا في نقاش طويل معه، طبعا له الاحترام والتقدير، الرجل مهذب ودخل بكل أدب واحترام يتحدث، لكن لو ضلينا بهذا النقاش سنبقى ربما حلقات طويلة، لن يقتنع ولن يقنع المتحدث، وبالتالي إنهاء الحديث معه هو أنسب شيء. أوصل فكرته، أوصل فكرة أنه مع من أو لماذا يريد أن يطرح هذه الأفكار، نعم فهمنا، لكن في النهاية كثر النقاش لن يؤتي بنتيجة، ولن يفهم المشاهد أي موضوع حقيقة، ولن نصل بنتيجة، لا نقنعه ولا هو حيقنعنا باللي بباله. فمعنا الآن السيد أبو محمد من تركيا، تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله استاذ محمد، الله يطول بارك ويبارك فيك عزيزي، والله يبارك بهذه القناه الشريفه الاصيله اللي هي المتنفس الوحيد لكل عراقي شريف على هاي الكره الارضيه على هاي الطوب. الله يحفظكم. عندي اربع باختصار شديد اقولها. اولا فيما يخص المرجعيه، هذه بؤره الفساد التي سممت العراقيين وادلجت عقولهم على الرضوخ والذل للعمامه. طبعا انا اكلمك ان السيد موسوي صحيح النسب وليس مثل السيد السيستاني المشكوك النسب، الى هاليوم ما عنده شجره نسب وهي من اسس قواعد ليست من مواضيعنا، هذه ليست من نقاط النقاش. مو من نقاط النقاش. طيب تفضل. هذه المرجعيه هي التي جاءت بهذه الحكومه الفاسده، الشيخ بشار الباكستاني، محمد الافغاني، السيستاني. أنا أقول للأسف عراقيين حضارتكم 7000 سنة، قوتكم أعجمية وأفغانية وسيستانية، هذا شديد الأسف. النقطة الثانية، موضوع الحشد الشعبي، هذه لعبة كبيرة مدروسة من زمان ومخطط لها من زمان مع المالكي ولعبته في الموصل وترك الأسلحة للجيش ورجوع الجيش ودخول داعش وفتوى السيستاني، هذه كلها ألعوبة لدخول الجناحات والفصائل المسلحة حتى تنطوي تحت لواء هذا الجيش الذي يسمى بالحشد الشعبي. طيب لو تفككه ما يطلع منه 30% فقط، ممنوع أصلا واحد يدخل بالحشد الشعبي، ما عنده ولا أصلا ما يقبلون تعيينه، ما يقبلون تعيينه. طيب فصائل مسلحة، إما صدري، إما سرايا السلام، إما خزعلي، إما فلان، إما فلان، أجنحة مسلحة لما فتحت الحدود أدخلت إيران الأسلحة ودفنتها في أماكن في العراق معروفة. نعم. معروفة ليس للجميع طبعا، معروفة عند ذوي الاختصاص. ودخلت عشرات الآلاف من الخبراء في استخدام الكواتم وفي استخدام الدراجات النارية وفي استخدام السيارات، ومدربين تدريب عالي وعلى اتصال مباشر مع اطلاعات، اتصال مباشر مع اطلاعات. سيد أبو محمد، حتى لا نتوسع بالفكرة ولسبب انتظار مشاركين آخرين، أنا سؤالي لحضرتك باختصار شديد. تفضل عزيز.
اللي صار العملية أو المسرحية كما وصفها البعض اللي صارت أمام السفارة الأمريكية في بغداد، هل تعتقد أنه هاي محاولة لحجب الأضواء أو إبعاد الأضواء عن ثورة تشرين والمظاهرات الجارية الآن، وهي أيضا محاولات لتدميرها بشكل أو بآخر؟ هذا اللي يصنعوا الذين فعلوا هذه الفعلة في منطقة الخضراء هو تماما ما تطمح إليه أمريكا، هو تماما ما تطمح عليه إسرائيل، حتى تقول نعم. هذا هم الحقيقة، نعم. هؤلاء من يحكمون العراق، ويجب حماية إسرائيل. طيب. ويجب حماية المنشآت العسكرية الأمريكية. هؤلاء راح يرجعون العراق إلى بنود بالضبط يفعلون ما تتمناه أمريكا، لأنه هؤلاء همج رعاع، لأنه إيران عزيزي ما تستطيع أن تتعامل مع شريك، لابد أن تنظر إلى العراق. من هم أسفل الخلائق في العراق؟ تجتذبهم إلها، لأنه هؤلاء يبيعون أنفسهم وأعراضهم للمال، هؤلاء السفلة. أبو محمد أنا أشكرك، وضحت الفكرة. معنا السيدة أم مشاري من أستراليا، تفضل يا أم مشاري. السيدة أم مشاري من أستراليا موجودة؟ تفضل، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية ويسعدك على هالبرنامج. الله يعافيك ويسلمك. وحي الكادر اللي معاك يمه. الله يسلمك. بس نريد نسأل سؤال. نعم. بلا زحمة. تفضل. هي هذه دولة عراقية ولا إيرانية؟ أنت شو تشوفيها؟ نبي رد على هالسؤال هذا. أنت شو تشوفيها؟ والله يا يمه دولة الصراحة يعني ما في الدولة، كل دول العالم عندها ألم واحد. طيب. ما عدا العراق ولا مية ألم. صحيح. ليش صار هذا الكلام يا أم مشاري؟ إحنا طلع الشعب يبي إسقاط الحكومة. هذه وحدة. نعم. ما طلع يطالب بشيء ثاني، طلع إسقاط الحكومة. طلعت لنا ولا مية حزب طلع وموت الشعب. نعم. وما طاح فيها إلا الشعب العراقي. نعم. والشباب العراقي. الحين أنتم طلعتوا مقطع إن أمريكا برا وإيران تبغى حرة. هذه دولة عراقية مو دولة إيرانية، صح لا؟ هذول الميليشيات وهذول ما يمثلون العراقيين يا أم مشاري. الله يرحم والديك. ردي على الأخ اللي تكلم أبو اللي قال لك أنا. السيد أبو شمس من النرويج. أيوة أبو شمس. ردي عليه. هذا إيراني. هذا إيراني مو عراقي. لا أم مشاري، إحنا الرجل طرح عنده فكرة معينة، لا نتهجم عليه. الله يخليك، أنا ما تهجم عليه. بس اللي فيه غيرة عراقية، نعم. ما يتكلم الكلام اللي يتكلمه هو. نعم. لما الشعب العراقي يبي يوصل للأرض الخضراء ما خلت الحكومة. نعم. ولما أمس صارت القصف على الجيش، اللهم صل على محمد، هذا الجيش ما بعرف شو اسمه يعني صراحة من كثر التفكير والحشد. أي نعم. الحكومة فتحت البيبان وخلتهم ينصبون خيم. طيب. وبس الخضراء، صح ولا لا؟ صحيح، هذا اللي صار. أم مشاري أنا أعتذر منك، وضحت الفكرة وأشكرك للمشاركة. لدينا سيد حسين من السعودية، تفضل يا حسين. حسين حياك الله، تفضل. خير اخو محمد، الله ينور دربكم يا رب العالمين. الله يسلمك. هو للاسف الاخ ابو شمس اللي اتصل مساء يعني كلامه ما هو طيب ولا يصد في نفس الموضوع، هذا حاجه. طيب. الثاني للاسف الاسماء اللي اخترعها هذا مغتدى الغدر، وهذا يقول عصايب، اي عصايب هذه؟ وهذا يقول وللاسف انه حيدر العبادي لما جاء قالوا انه الحشد، ميليشيات الحشد هي جزء من الجيش، اي جيش؟ وبعدين الاخت اللي مساعده تتكلم تقول حكومه، ما في حكومه، ما في الا ايران في العراق. نعم. ايران هي اللي تتحكم في العراق، وللاسف امريكا هي اللي سلمت العراق للايرانيين على طبق من ذهب. نعم. وسووا الخطه اللي سووها في اجتياح هذه، وللاسف ما يسمى بفيلق القدس، هذا القدس بعيد منه بعد السماوات الى الارض، وهذا اللي يقول عصايب، هذا حبايس الحق. وين عصايب الحق؟ اي حق؟ وهم يشوفوا هالمسيره الحلوه الطيبه اللي
عمر، وللأسف يعني وين العالم وين الأمم المتحدة وين مجلس الأمن؟ يعني يهانون إخواننا العراقيين هالإهانة هذه ولا في من يسمع كلامهم. أبو سيد حسين من السعودية، أنا أشكرك، وضحت الفكرة، أعتذر منك، الوقت شارف على الانتهاء ولدينا متصلين. أبو جاسم من بريطانيا، تفضل يا أبو جاسم. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك؟ شلونك؟ أهلا وسهلا، تفضل. أنت إعلامي ناجح، الله يسلمك، والإعلام ناجح دائما يأخذ الأمور برحابة صدر. صحيح. برحابة صدر يا أخي. مو يبيع موطة زين. إحنا خلنا أذكرك أبو جاسم، تفضل بارك يمي، أخوي العزيز لما إجا داعش هذا الأكشر، أي من وقف ويانا من الدول العربية؟ شوف، لا أمريكا وقفت، أي ولا الدول العربية وقفت، إجت إيران، أي أو كان صمام الأمان بالعراق هو السيستاني. طيب لما نديش بس استمروا يا لا تقاطع، يعني أرجوك. أي لا، مو أنا أريدك تختصر لأن الوقت ضيق، تفضل. لا مو فالرجاء، تفضل. أنا بالنسبة للي أنا مو إيران، إيران برا طيب. شوفونا نشاركم زين. العراق يريد يستقر. طيب زين، وهاي الشغلات اللي صارت من بعض ضرب قاعده كيوان، مو متهم بها الحشد ابدا، وهذا الحشد اللي يدعون نفسهم بالحشد، مو هذول اللي دافعوا عن اهل الموصل. طيب مو هذول اللي دافعوا عن الانبار، مو هذول اللي دافعوا عن الجاده ابدا، هذول الناس مرتزقه زين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خليك وياي، خليك وياي. موجود سيد ابو جاسم. سؤال سريع، مجموعة أسئلة سريعة لحضرتك، وأريد إجابات باختصار شديد. تفضل. إيران برا، صحيح؟ هذا هو شعار الناس اللي رافعته؟ هذا صحيح. كلام سليم. حضرتك موافق سليم. موافق على تواجد إيران بالعراق؟ لا، تواجد بالوقت الحاضر لا. أما حاضر أو ماضي أو مستقبل؟ لا 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 لا، ماضي. خلص انتهى الموضوع. خلص خلص ماشي، افتهمت الجواب، افتهمت الجواب. لا لا لا، انا بس انا بس لا لا بس اسمح لي، ما عندي وقت. ليش حكيتك بالبدايه؟ ما عندي وقت يا اخي، كلهم يتفرجون على العراق، كل الخليج كلها تريد دمار العراق. طيب ما حد وقف ويانا الا ايران. ماشي، وايران من دخلت محمد. طيب بس لا لا بس يا اخي والله العظيم ما عندي وقت، اسمعني ارجوك، اسمعني ارجوك، بس اسالك، خلي اكمل احكي لك الصراحه. شوف، انا بيطالع بس قلبه هناك. إيران لما دخلت مو حبا سواد عيون العراقيين، أي دخلت لمصالحها. رحم الله والديك، رحم الله والديك. أنا أشكر لا. أنا أشكرك أبو جاسم، أشكرك، الوقت انتهى، أشكرك للمشاركة. إيران ما دخلت لسواد عيون العراقيين، كلام سليم، بارك الله بك على هاي الإجابة. إيران دخلت لمصالحها، وإيران دمرت في البلد لمصالحها، واستخدمت أدوات وميليشيات لمصالحها، والحشد اللي يتغنى بإيران لأنه مدعوم من إيران، اللي هي حضرتك تقول دولة ما يمثلون الحشد، دولة مرتزقة. طيب لكن واقع الحال يقول هؤلاء هم من يمثلون مؤسسة أو هيئة الحشد الشعبي، ما تريدوهم وطردوهم مثل ما تريدون تطردون إيران. أنا أقصد للكلام للسيد أبو جاسم من بريطانيا والسيد أبو شمس من النرويج، اللي يعتقدون أنه من يمثل الحشد أو من يقود الحشد الآن هو مجموعة عصابة، خلاص اطردوهم وطالبوا بطردهم مثل ما تريدون تطردون إيران. وإذا تعتقدون أن الحشد ليسوا هؤلاء المجرمين الذين كما تصفونهم بالمجرمين والمرتزقة، إذن ادعوا إلى طردهم كما تدعون إلى طرد إيران، أو تؤيدون الدعوة المقامة لطرد إيران. موضوع السيستاني وصمام أمان ليس هو هذا الموضوع، نحن نتحدث فقط على دور الميليشيات التي تتغنى بإيران والتي تدعم من إيران في تدمير البلد ومحاولة تدمير الثورة. كم لدينا وقت؟ طيب ناخذ اخر اتصال السيدة ام محمد في دقيقة واحدة ارجوكي، وبعدين نقرا كم رسالة موجودة. تفضل يا ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اخي، انت تسأل عن الميليشيات وتسأل عن الحشد، لازم تفصل بين الميليشيات وبين الحشد. الميليشيات اللي هي جماعة اتباع وذيول ايران، اللي طيب. هو المتمثل عبد العامر، اذا اريد اسمي، انا كنت بالعراق وكنت بمحافظة كربلاء اسكن واشتغل ضمن وزاره محدده. طيب. واعرف كل زين النفوذ الايراني شنو بايران. ايران نعم. ما دخلت للعراق بهدف تساعد العراق، لا، دخلت للعراق تنتقم من العراق، بحيث هدمت البنى التحتيه كلها بالعراق. نعم.
ونشرت الفساد، نشرت المخدرات، نشرت بالبلد شكو شيء مساوئ. اللي يقول طيب. دافع عن العراق إيران ساعدتنا، لا إيران ما ساعدتنا، اللي دافعت فتوة المرجعية وأبدائنا اللي راحوا، واللي هم نفسهم هسه الميليشيات والعصابات اللي قتلت أكثر من 500 شهيد عراقي، حكومة القناصين بالتواصل طبعا مع الحكومة. سؤال سريع وقت مياك سيدة أم محمد، هل الحشد أو أليس الحشد يمثل الآن من قبل هادي العامري وقيس الخزعلي وأبو مهدي المهندس وهؤلاء اللي حالياً هم القيادات؟ أبداً، ذولا مجموعة أصابة، ذولا مجموعة أصابات مجرمين. طيب. أبداً ما ينتبهون للحشد ولا يسمون باسم الحشد. الحشد أبنائنا اللي راحت، ابني وأخويا، أنا تهجرت بسبب إيران وميليشيات إيران وشركات إيران الفاسدة اللي دخلت. إذن أنتم تقع عليكم مسؤولية إظهار تبرؤكم هذا بشكل أقوى، ومحاولة أن توصلوا هذه الفكرة للعالم أنه اللي شارك في مقاتلة تنظيم الدولة ليس هو من يقاد الآن من قبل قيس الخزعلي وهادي العامري وهذه القيادات. لا أبداً. شكراً يا أم محمد، شكراً لك، كنت معنا من بريطانيا، وضحت الفكرة. هذا الموضوع خلاص يبقى مسؤوليتكم وتوقع على عاتقكم، أنتم تحاولون تبينون للعالم صفاء نيتكم من يسمى بالحشد اللي عليه ملاحظات كثيرة خاصة فيما حصل في المحافظات الغربية من دمار وتهجير. واجبكم أنه تثبتون أنه هاي المؤسسة احتوت أشخاص أبرياء مظلومين انقادوا من مجموعة من المرتزقة. في مجموعة من الرسائل لدينا، طبعا أعتذر للجميع، الوقت كان ضيقا للغاية. رسالة تقول: أستاذ محمد، اللي ذبح الثوار المتظاهرين في ساحات التظاهر هم هؤلاء الذين ظهروا أمام السفارة الأمريكية، وهم الميليشيات الوقحة بقياداتهم الأربعة الذيول وبإشراف من المرجعية الإيرانية. رسالة تقول أوكي. يقول: هل تعرف ماذا تعني كلمة الشعب يريد إسقاط النظام؟ يعني إسقاط هيمنة إيران وأمريكا والسعودية. بغض النظر هيمنة من، الفكرة أن النظام الحاكم أو الذي حكم منذ الاحتلال ولغاية اليوم مرفوض جملة وتفصيلا، يدعم من إيران، يدعم من أمريكا، بغض النظر يدعم من من، طالما لم يقدم شيئا للشعب ودمر البلد هو مرفوض. آخر رسالة: السلام عليكم، مسرحية تأليفها إيران وأمريكا بالاتفاق مع حكومة العملاء لتظهر قوة إيران أو لتظهر قوة إيران المسيطرة على العراق. طبعا هناك اتفاقية وعقد اتفاق لتدمير العراق بين الطرفين الأمريكي والإيراني. تحياتي لك، شكرا جزيلا. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.